كنت منظفها امبارح؟ امبارح؟ اه كنت منظفها. طب وايه اللي عمل كده؟ اللي عملها كده الجماعه بتاع بالليل بيجيبوا اكل من هنا وبيرموا الشوي، كل اللي ماشي بالعربيه ياكل وبيرموا في الشارع، ياكل في الشارع، شارع مصر. والناس اللي كانوا بيحتفلوا بالعيد الصبح؟ اللي كانوا بيحتفلوا بالعيد الصبح برضه نفس النظام، ورق برضه. يجيبوا جرانين ويرموها في الشارع برضه. انا كنسنا لما طلع مدينه الراجل ده برضه هناك وقلنا هنجي هنا تاني. خلاص ضمنت وجينا هنا تاني. الوقت اللي هو ماشي في الشارع مع اي اكل او مع ورق هيرمي فين؟ مفيش صناديق تماما محطوطه، فبيحطها على الرصيف اللي هو بيروح ايه مطيرها تاني، واحنا كاني يعني لم نعمل شيء. يعني امبارح بنتعشى على 10، ده انا شايف الشغل عامل ازاي اهو، كل الرجاله تعبانه معانا والله. يعني تعبنا من امبارح ما بنناش. 24 ساعة من الشغل يا فاضل، الزباله بتاعت الشعب.